اليوم دارين نقود الشباب من نهاية التعليم من نهاية الثقافة من نهاية الدينية عشان الشباب يمشي إلى الأمام. الثقافات بتاعنا ثقافات رائعة جدا، ممكن أن إحنا نشتري نبيع الثقافات بتاعنا لدول الأخرى، مو أن إحنا نشتري منهم لكن أن إحنا نبيع إذا أننا نظمناه بطريقة كويس. وإنتوا شفتوا لأول مرة إنه لو كالتشر دانس جروب يكون في فرقة بتاع موسيقى قدامه، ولا كيف؟ لأول مرة. بمعنى إنه ماشيين ماشيين لقدام، شكرا، ماشيين لقدام بالتطوير ده. كان أنا فيه ولا أنا ما موجود، اللي هو عزل مع قبائل الأخرى عشان يكون في culture diversity. وculture diversity ده بدي وحدة بيننا كلنا كقبائل بتاع أكبر القزال الكبرى وثم يمتد لجنوب السودان. That is why our under the team today living together for unity. نحن دايرين نعيشوا مع بعض كقبائل بتاع جنوب السودان كلوة عشان نكمل بعضنا لبعض. بدون القبائل الأخرى الثقافة بتاعنا ما بودينا لقدام، وجود بتاعنا برانا ما بودينا لقدام. عشان كده نادينا كل القبائل عشان الليلة بيحتفلوا معانا. صفوا للقبائل الجو تنان برجام أوكي نقوم جلوة One ten. My message to our community leaders, my message to them,